أثابكم الله. السؤال الثامن: فضيلة الشيخ، هل الأفضل الصدقة بثمن الأضحية أو شراؤها وذبحها أثابكم الله؟ الأفضل شراء الأضحية وذبحها، وهذا مبني على السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى ولم يأخذ قيمة الأضحية ولم يتصدق بها، ولذلك ورد في الحديث وحسنه غير واحد من أهل العلم أنه ما تقرب العبد يوم النحر بشيء أحب إلى الله من إراقة دم. فإراقة الدم وإحياء هذه السنة والشعيرة، ولذلك لا ينبغي أن يخلو بيت من بيوت المسلمين ممن يستطيع أن يضحي أن يخلو من الأضحية، هذه سنة وشعيرة. حتى لو أراد الإنسان أن يتصدق في الخارج، بعض جزاهم الله خير الإخوان نسأل الله أن يعظم أجرهم وأن يجزل مثوبتهم مثوبة المسلمين أجمعين، يساهمون في مثل هذه الأمور، وهناك جزاهم الله خير من الإخوة من حريصون على الأخذ هذه المساهمات إلى بلدان ضعيفة فقيرة محتاجة، وهذا والله عمل صالح نرجو من الله أن يتقبل منا ومنهم، وأن يحيوا هذه السنن في الأماكن الفقيرة جزاهم الله كل خير، وهم مأجورون وفي هذا مشقة عظيمة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، أن يرزقنا إياهم الإخلاص والقبول، لكن أن يكون هذا بعد المسنون، بمعنى أن الإنسان لا يخلي بيته ويفعل الأضحية في الخارج. لو تعارض عنده أضحية واحدة فقط يستطيعها ولا يستطيع غيرها، نقول افعلها في البيت، يتعلم ابنك وبنتك وتحيى السنة في بيتك. لماذا؟ دائما خذها قاعدة، خذ الأصل وهو الأفضل، الأصل هو الذي دلت عليه النصوص، الأصل أن الإنسان يبدأ بنفسه ويضحي. فلو قال قائل برأيه قال نحن لا نذهب بها للخارج لأنهم أحوج، نقول النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع، وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة في الصحيح، وحديث أبي موسى الأشعري أيضا في الصحيحين، أنه في سنة من السنوات جاءت الدافة إلى المدينة. الدافة البادية في بعض الأحيان تشتد عليهم المؤونة، وخاصة في القديم مع تعسر الوسائل يجدون صعوبة شديدة، فيضطرون إلى الدفع إلى المدن، أن يكونوا قريبين من المدن لأن هذا أرفق لهم، فيدفون إلى المدن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات جاءت الدافة فنهى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 ليال، منع أحد أن يدخر لحم أضحيته أكثر من 3 ليال، الزائد يعطيه لإخوانه المحتاجين. فلما فعل ذلك كما في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع، جاءت السنة التي بعدها، فلما جاءت قالوا يا رسول الله أولا ندخر، يعني هل نمتنع من الادخار كما فعلنا عام أول؟ قال لا، إنما منعتكم عام أول من أجل الدافة. فانظر رحمك الله، كان بالإمكان أن يقول لهم أعطوا أضاحيكم للدافة والدافة يضحون، وأن يبدوا بها يبديهم بها على أنفسهم. فدل على أن السنة حتى ولو وجد المحتاج أن تبدأ بهذه السنة في بيتك لأنها سنة، وإذا خلت بيوت المسلمين، الآن كثير من السنن ضاعت بسبب الاجتهادات والآراء، فهذه سنن ثابتة. ولذلك أنت في الصغر حينما كنت في بيتك وترى أباك يضحي تتساءل ما هذه، وترى السنن التي فعلها والدك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فتقتدي به، ويكون له أجر تعليمك وإحياء هذه السنة في بيته حتى تعلمتها، هذه أمور يقصدها الشرع. ولذلك لا يخلو بيت المسلم من الأضحية. إذا زاد عند الإنسان شيء فلا شك أن هذا العمل يشكر عليه الأخوة، أسأل الله أن يعظم أجرهم وأن يزل مثوبتهم، لكن يجعل الإنسان أضحية ثانية أو ثالثة أو رابعة فلا بأس بذلك ولا حرج، لكن الأضحية الأساسية لابد أن تكون في بيته إحياء للسنة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الذي دلت عليه السنة. يقول قائل كيف تترك جياع المسلمين وضاعا؟ هذه ما هي عواطف، هذه سنن، عندنا أمانة ومسؤولية، ما نستطيع أن نقول على الله بدون علم ولا أن نجتهد بآرائنا. أمرنا عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل بأن نضحي
وهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام. وكان في زمان عليه الصلاة والسلام الفقراء والأحوج خارج المدينة لم يأمر بنقل الأوحية إليهم، ولم يأمر الصحابة بأن تكون بيوتهم خالية من هذه السنة، فنحن نأمر بما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل والأكمل. وما زاد بعد ذلك عن هذا فإنه لا حرج أن الإنسان يفعله. وهكذا في اللحم نفسه أن يرسله يضحي في بيته ثم يجعل لأهله قسطا ثم يتصدق بأكثرها وأغلبها خاصة إذا وجدت الحاجة، فهذا كله لا بأس به ولا حرج. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الضعفاء والفقراء يبيح لهم أن يدخروا، أولا أن تكون السنة في بيوتهم بالأضحية، وثانيا أن تبقى هذه الأضحية 3 ليال يدخرونها، ثم بعد ذلك أمرهم أن يعطوا الغير، يدل دلالة واضحة أنه لا مجال للاجتهاد في هذا، وأن السنة واضحة في الدلالة على أن البيوت تحيا فيها هذه الشعيرة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لسنته، والله تعالى أعلم.